السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. هنبدأ على بركة الله الحزام الصدري للطرفين العلويين بعد غياب فترة. أول حاجة يا شباب، الحزام الصدري ده بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن نصفين متماثلين، يعني الحزام الصدري بيبقى فيه جزء منه في الجنب اليمين والجزء التاني في الجنب الشمال. وبيبقى بيتكون إيه؟ بيبقى بيتكون كل نص منهم من عظمتين، عظمة اسمها لوح الكتف، العظمة التانية اسمها الترقوة. طيب بالنسبة لعظمة لوح الكتف، بالنسبة لعظمة لوح الكتف يا شباب، هي بتبقى عبارة عن دي عظمة لوح الكتف، بتبقى عبارة عن عظمة مفلطحة، عفوا بتبقى عبارة عن عظمة مفلطحة، وبيبقى ليها طرف خارجي كده مدبب، والطرف الداخلي بتاعها بيبقى عريض زي ما احنا شايفين كده، ومن ورا بتبقى محدبة، يعني الظهر بتاعها ده يعني ده شكلها من ورا بتبقى محدبة. لو جينا نبص عليها من قدام نفس العظمة هنلاقيها إن هي شكلها بيبقى مقعر من قدام، ده الطرف الداخلي بتاعها اللي هو عريض، وده الطرف الخارجي اللي هو بيبقى إيه؟ بيبقى مدبب. عشان لو جالك حد يعني العظمة دي يمين ولا شمال تعرف إن هي الطرف ده بيبقى من جوه، يعني ده ناحية جوه، الطرف ده اللي هو بيبقى ماسك في عظمة العضد ده بيبقى ناحية بره، وبرضه الجزء بتاعها اللي من قدام ده بيبقى إيه؟ يبقى يعني بيبقى مقعر يعني كده. تمام، يبقى ده هو الحزام الصدري. يبقى بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن عظمة لوح الكتف، ودي اتكلمنا عنها، والعظمة التانية معانا وهي عظمة الترقوة. تبقى موجودة فين عظمة الترقوة يا شباب؟ دي عظمة الترقوة، تمام، دي اللي بتبقى متصلة بالعظمة بتاعة لوح الكتف، وهي بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن عظمة وموجودة في الناحية الباطنية من الجسم، تبقى من قدام متصلة من هنا بعظمة القص كده، ومن على الجنب متصلة بإيه؟ بعظمة لوح الكتف. يبقى هي دي إيه؟ دي عظمة إيه؟ الترقوة. طب إيه وظيفة عظمة الترقوة يا شباب؟ عظمة الترقوة يعني لو ملاحظين إن هي بتوصل ما بين الحزام الصدري والأجزية السكيلتون أو الهيكل العظمي المحوري، فبالتالي هي بتنقل الوزن. يعني لو انا شايل حاجه بايدي بايديا الاثنين كده، فهي بتنقل الوزن من هنا من اللي هو الطرفين او من هيكل العظم الطرفي للهيكل العظمي المحوري. بعد يا شباب دي برضه عظمه الفص. عظمه الفص دي بتبقى عباره عن عظمه ايه؟ عظمه بتبقى مفلطحه نفس الكلام، يعني انت لو بصيت عليها من قدام هتلاقيها عامله زي كف ايدك كده، من قدام عريضه ومن على الجنب بتبقى رفيعه، فهي دي بنقول عليها عظمه مفلطحه. تبقى مدببة من أسفل يعني زي ما انتم ملاحظين كده، والجزء السفلي منها بيبقى غضروفي. ليه؟ لأن بتبقى تحتيه المعدة والأعضاء بتاع الأحشاء هنا، فلو نزلت عليها وهي كانت عظمة ممكن إن هي إيه؟ تعمل ألم شديد فيها، فبالتالي بيبقى الجزء برضه التحتاني منها غضروفي، وبيبقى متصل بيها بقى الضلوع زي ما احنا عارفين، زي ما خدنا في القفص الصدري. برضه بالنسبة لحكاية إن تبقى العظمة باطنية أو ظهرية، العظمة باطنية شباب إن إحنا بنقسم الجسم كده لجزئين، الجزء اللي من قدام ده بنقول عليه باطني، الجزء اللي من ورا ده بنقول عليه إيه؟ ظهري. يعني مثلا عظمة لوح الكتف هيقول لك باطنية ولا ظهرية؟ بتقول له عظمة ظهرية. طب بالنسبة لعظمة إيه؟ عظمة الترقوة تلاقيها إن هي عظمة إيه؟ باطنية. تمام، بعد كده هنخش على الحزام، هنخش على الطرف العلوي. الطرف العلوي يا شباب احنا هنقسمه لكذا جزء. أول حاجة في الأول بيبقى عندنا عظمة العضد، دي ورا على طول الترقوة ولوح الكتف، بتبقى ماسكة في لوح الكتف في تجويف الأروح عظمة العضد، بعدين بيبقى وراها متصلين بيها عظام الساعد، بيبقى عبارة عن عظمتين، عظمة الكعبرة، الكعبرة ناحية الصابع الكبير، وعظمة الزند ناحية الصابع الصغير أو الصغير. تمام، يبقى عظمة الكعبرة ناحية الصابع الكبير، لكن عظمة الزند ناحية الصابع الصغير. بعد عظام الساعد يا شباب اللي هما الزند والكعبرة، بيبقى عندنا عظام اليد. عظام اليد دول بيبقى عبارة عن إيه؟ أول حاجة بيبقى عندنا عبارة عظام لصغ اليد، دول بيبقى عبارة عن 8 عظام. بعدين عظام راحة اليد بتبقى عظام كده طويلة، بيبقى عبارة عن 5 عظام. وبعد كده عندنا السلميات، بيبقى عبارة عن 14 سلمية.
وده يا شباب اي حاجه بنقولها بتبقى موجوده في الجزء الايمن من الجسم والجزء الايسر، يعني الطرفين موجودين يمين وشمال. يبقى الطرف الواحد فيه كام عظمه يا شباب؟ لو جينا نعدهم هنلاقي ان احنا عندنا واحد عظمه عضد، وواحد كعبره، واحد زند، اللي كده ثلاثة، ثلاثة وثمانية اللي كده 11، 11 وخمسة 16، 16 و14، يبقى كده عندنا كام؟ 30 عظمة. يبقى كده عندنا 30 عظمة، دي بتاعت كل طرف عضو. طرفين عضويين مع بعضيهم بيبقى عندنا 60 عظمة. في نفس الوقت برضو الطرفين السفليين بيبقوا عبارة عن 60 عظمة، بس خليهم لما ناخد ايه الطرفين السفليين. يبقى تاني ادي دي عظمة الترقوة، بتبقى عبارة عن عظمة زي الإس كده، واخدة شكل الإس شيب، والشكل بتاخده ده يا شباب عشان هنا من ورا بيبقى طالعة فيه، بيبقى طالعة من وراها أعصاب شرايين وأوردة بتعدي منها وتوصل للطرفين، فبالتالي بتبقى واخدة الكيرف ده عشان تدي روم وراها أو تدي مساحة وراها تعدي منها النيرفز دي أو الأعصاب دي. يبقى كده احنا شفنا الشكل بتاع الترقوة، ده شكل لوح الكتف من ورا، وده الشكل بتاعها من قدام برضو عشان تبقوا عارفينه. بعد كده عندنا عظمة العضد، ادي دي عظمة العضد يا شباب، بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن كام جزء كده. الجزء الفوقاني منها ده بيبقى ليها راس بتتحرك جوه التجويف ده، التجويف ده بنسميه التجويف الأروح، عبارة عن تجويف بيبقى في الطرف الخارجي لوح الكتف بتستقر فيه العظمة بتاعة العضد عشان يجي يعمل ايه؟ يعمل مفصل الكتف. بعد كده تحت بتلاقي عندك في الجزء السفلي منها حاجة زي البقرة كده، حاجة زي البقرة كده بتلف فيها عظمة الزند، ان احنا قلنا ان الزند ناحية الصابع الصغير الصغير بتلف فيها عظمة الزند، وحتة تاني عاملة زي الدايرة كده بتلف عليها عظمة الكعبرة، تحت بتكون ناحية الصابع الكبير. ده المنظر الأمامي بتاع عظمة العضد. لو بصينا عليها من ورا عظمة العضد برضه، ونزلنا لتحت شوية أدي عظمة العضد، هتلاقيها من ورا برضه فيها نفس الحكاية، البكرة والمكان اللي بتمسك فيه راس الكعبرة، ومن تحت بيبقى فيها زي تجويف واحد بس كده بيبقى ماسك فيه الخطاف بتاع عظمة الزند، لأن الزند بتبقى عاملة كده، بتبقى عاملة زي الخطاف كده بالظبط، عاملة زي الخطاف كده وماسكة فيها، ماسكة في الدايرة بتاعتي بتاعت عظمة العضل. ده الشكل بتاعها من قدام، لو لاحظت إن من قدام شباب بيبقى فيه حاجة كده فاصلة ما بينهم، وفيه زي تجويفين كده، لكن من ورا بيبقى فيه تجويف واحد اللي احنا قلنا اللي بتستقر فيه الجزء العلوي أو الخطاف بتاع عظمة الزند. يبقى ده يا شباب منظر خلفي، انت لو لاحظت يعني لو عايز يعني تحدد الطرف، أول حاجة هتحدد إن الراس دي بتكون ناحية جوه، ناحية جوه. تاني حاجة ده هتقول منظر أمامي ولا خلفي إزاي؟ طبعا إحنا عرفنا هنحدده إزاي من البتاع اللي تحت دي هنا، وبرضه دي البكرة دي بتبقى ناحية جوه، والراس دي بتبقى ناحية بره لأن هي ماسكة فيها الكعبرة. فده يبقى منظر خلفي. طيب أيمن ولا أيسر؟ هتحطه على جسمك كده يبقى ده منظر أيمن. ده نفس الكلام راس برضو، ومن تحت الراس دي ناحية جوه، ده أول حاجة. بعد كده ده منظر أمامي ولا خلفي؟ هتبص هتلاقي فيه تجويفين هنا من تحت، بتبقى فيه منظر أمامي، فلما أنت هتحط على جسمك برضه هيطلع لك إن ده طرف أيمن. تمام، وعرفنا برضه إن التجويف ده بيبقى مقعر بتاع، أو الجزء الأمامي بتاع عظمة لوح الكتف بيبقى مقعر. قلنا عظمة الترقوة رفيعة ومنحنية، هتبقى واخدة ال S shape ده عشان عشان تعدي من وراها الأعصاب والأوردة والشرايين، وبرضه بتبقى معرضة للكسر قوي في الحتة دي بالظبط اللي هي ما بين التلتين اللي قداميين والتلت اللي من ورا، لأنهم أصلا بيبقوا منفصلين في لما يبقى الإنسان جنين وبعد كده بيركبوا تاني على بعضهم. يبقى كده احنا اتكلمنا عن العضد، هنخش بقى على ده شكل تاني العضد يا شباب، شكل تاني ده وهي راكبة فيها من ورا الخطاف بتاع عظمة الزند عشان يعملوا مع بعض مفصل الكوع. ده شكل تاني ليها عشان يعملوا مع بعض مفصل الكوع.
يبقى العضلة عبارة عن عظمة بتبدأ برأس بيستقر فيه التجويف في الأروح، وتحت بيبقى فيها إيه نتوء داخلي. النتوء الداخلي ده يا شباب بتستقر فيه عظمة الزند، يبقى دي عظمة الزند. شايفين يا شباب من قدام قدام فيها حاجة زي الخطاف كده، بتبقى ماسكة في البكرة اللي هي النتوء الداخلي بتاع عظمة العظم، بتبقى ناحية إيه الصدر الصغير، بتحتوي على تجويف يستقر فيه إيه النتوء الداخلي للعظم. بعد كده عندنا عظمة الكعبرة، دي بتبقى ناحية بره ناحية الصدر الكبير، دي أصغر من حجم الزند، وبتتحرك إيه حركة نصف دائرية حول الزند، يعني بتلف كده حوالين الزند، وبيبقى شكله عامل زي الإكس كده على بعضيهم لما بتلف، عشان إيه تحرك الكفة بتاعة الإيد كده لتحت أو لفوق. ده شكل تاني، يعني شايفين دي عظمة الزند من ورا. لو بصيت عليهم هما الاتنين من ورا هتلاحظ إن الزند أكبر من الكعبرة، هي أكبر منها في الحجم. وبرضه لما تبص عليهم من قدام هتلاحظ إن فيها حاجة زي مكان بكرة كده بتلف فيها. ده شكل الزند برضه، عشان لو جالك حد الطرف في الحركة اللي هي النصف دائرية حول حوالين الزند، حركة الكعبرة حوالين الزند. شايفين لما بتلف بتعمل حاجة زي شكل الإكس كده. ده شكل الزند تاني، ده منظر أمامي. الجثام من قدام دي المكان بتاع البكرة، من تحت ماسكة، مش من تحت، بيبقى فيه فاصل كده ما بينها وما بين العظام بتاعة رسغ اليد، حاجة زي غضروف كده عشان ما تبقاش ماسكة فيهم، عشان تعرف إن أنت تحرك إيدك بسهولة، لأن لو ماسكة فيهم مش هتعرف تحرك الإيد. ده المنظر الخلفي بتاع الزند، المنظر الخلفي بتاع الزند. هتلاحظ إن أنت مش شايف البكرة دي، فأنت بدل مش شايف البكرة زي هنا مثلا، فده أنت بتتكلم عن طرف إيه، عن منظر خلفي. بعدين نخش على عظمة الكعبرة. عظمة الكعبرة ده المنظر الخلفي ليها، تلاحظ إن هي المفروض بتبقى ناحية بره، يعني عظمة الكعبرة أصلا بتبقى ناحية بره، والنتوء بتاعها ده اللي هو اسمه نتوء العضد ده بيبقى ناحية جوه. وغالبا مش بيسأل في العظمة دي لو هيحدد المكان بتاعها أو اللي هو الطرف، بس بيجيب لك الثلاث عظام مع بعضهم. دي الثاني دي اللي هي النتوء بتاع الكعبرة، بيبقى ناحية جوه، وده من تحت بتبقى ماسكة فيه الصابع الكبير. التلاتة بقى مع بعض اللي هي عظمة الزند والكعبرة والعضد، بيتكونوا مع بعض مفصل اسمه ايه مفصل الكوع. ثانية واحدة بس صورة واضحة، ده مفصل الكوع، يبقى بيتكون من 3 عظام، عظمة الزند بالبكرة بالخطاب بتاعها ده ماسكة مع البكرة بتاعة العظم، والنتوء اللي جنبه ده ماسكة فيه الراس أو بتمشي عليه الراس بتاعة الكعبرة. يبقى ده المفصل بتاع الكوع بيتكون من 3 عظام، العضد والكعبرة والزند. بعد كده هنخش على عظام رسغ اليد. دي يا شباب عظام رسغ اليد، عظام رسغ اليد بتبقى من تحت هنا كده، عبارة عن 8 عظام، بتبقى محطوطة في صفين، وهي عبارة عن عظام من النوع الصغير، عظام صغير بتتصل بالكعبرة بس. يعني لو شايفين دي الزند بعيدة عنهم، بيبقى فيه هنا حاجة زي غضروف ما بينهم، وبتبقى هي متصلة بالكعبرة فقط، عشان كده بتلف معاها وليس بالزند من أسفل. ومن أسفل بتبقى متصلة بعظام راحة اليد اللي هما ال5 عظام دول. طب خلينا نشوف تاني عظام رسغ اليد، أهم عبارة عن 8 عظام محطوطة في صفين. طبعا انتوا مش عليكم الأسماء بتاعتهم، فمش هنقولهم يعني عشان ما تلخبطوش. ده المنظر بتاع عظام راحة اليد اللي من قدام، بيبقى فيها كام عظمة؟ بيبقى عبارة عن 5 عظام رفيعة ومستطيلة، بعديها بتتصل بيها إيه عظام إيه السلاميات أو بتوع الأصابع الخمسة. ده المنظر اللي قدام منها، شايف هتلاحظوا إن الشكل بتاعها من قدام بيبقى عامل كده، شكل الغضروف بتاعها من قدام بيبقى عامل كده برضه، عشان لو جالك حدد، بس غالبا مش بتيجي يعني، دي بيبقى بيشوف حاجة أوضح يعني. ده برضه نفس الكلام.
لكن لو لاحظت من ورا هتلاقي ان الغضروف متصل كامل مع بعضين، مفيش الفتحة اللي في النص دي. شايفين كده تاني، دي من دي، ده منظر خلفي لكن ده منظر أمامي لعظام لحة اليد. فكده نخش على عظام الأصابع بتاع اليد، بيبقوا عبارة عن 5 أصابع، كل منهم بيتكون من إيه، من 3 سلاميات، ما عدا الإبهام بيتكون من سلاميتين بس. يعني ده الإبهام عبارة عن سلاميتين، بعد كده ده كل صابع بيبقى بيتكون من 3 سلاميات، كل الصوابع بيبقى عبارة عن 14 سلامية، ده الشكل بتاعهم من قدام برضه. ده كام سؤال كده على تحديد الطرف، يلا كده يا شباب حاولوا تبصوا كده وتحددوا الطرف بتاعها، اكتبوا لنا في التعليقات الطرف، كل طرف ده الطرف رقم 1 مثلا، نكتب على كل واحد رقم وانتوا تحددوهم وتكتبوهم في التعليقات، اتمنى يعني تعملوه. ده رقم 1، حاول تحدد الطرف بتاعه. ده رقم 2، رقم 3، ده عايزين ده الطرف علوي، ده شكل قدامي وأمامي يعني ولا خلفي، ويمين ولا شمال، نفس الكلام. ده رقم 4 كده، يبقى خلصنا الحزام الصدري والطرفين العلويين، وبإذن الله هناخد في فيديو تاني الحزام الحوض والطرفين السفليين عشان الفيديو ما يطولش. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معلش يا شباب، في حاجة برضه نسينا نقولها، إن لو بصيت أنت على عظمة لوح الكتف من ورا هتلاحظ إن بتبقى ماشية قدامها عظمة الترقوع مش باينة من ورا، هتبقى باين جزء بس منها. يعني ده شايفين كده هتبقى باين بس جزء منها، الجزء التاني باين بتاع لوح الكتف، لكن لو بصيت عليها من قدام هتلاحظ إن هي إيه، تبقى باينة كاملة. فدي برضه ملاحظة عشان تعرف برضه دي من قدام ولا من ورا. ولو متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشاركوا مع أصحابك عشان الكل يستفيد. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم.